أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساوى. نتطرق لهذه الليلة للغضب الشعبي الواسع من قبل المواطنين تجاه جماعة الحوثي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. انتشرت في الأيام الأخيرة كتابات على الجدران تندد بالميليشيا وتطالبها بالرحيل وإرحل يا حوثي، لكن الجماعة ردت على هذه الكتابات باعتقالات واسعة للعشرات من المدنيين في العاصمة صنعاء وكذلك أيضا في إب. هل هذه الغضبة مقدمة ربما لاحتياجات شعبية واسعة ضد جماعة الحوثي، ربما القبضة الأمنية الحديدية للميليشيا تقمع أي احتجاج في مناطق سيطرتها، وكذلك أيضا فقدان الأمل والثقة في الشرعية والتحالف يجعل الناس يستكينون ويرضخون للميليشيا؟ عن هذه الشعارات التي كتبت على الجدران وتطالب الميليشيا بالرحيل، وعن رد فعل الحوثيين القمعي تجاه المواطنين في مناطق سيطرتهم، يسعدني أن أرحب بالأستاذ أحمد عايض، صحفي ومدير تحرير مارب بريس. أهلا بك أستاذ أحمد. يا أهلا وسهلا. وأيضا نرحب بالأستاذ فهمي الزبيري، مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة. أهلا بك أستاذ فهمي. أسعد الله مساك أستاذ عبد الله وضيفك الكريم الأستاذ أحمد والمشاهدين الكرام. ونرحب أيضا بوائل العفيف، ناشط من محافظة إب. أهلا بك وائل. أهلا بكم ومساء الخير على الجميع. نعم، إذا أعزائي المشاهدين نتابع هذا التقرير الذي يرصد هذه الاحتجاجات الشعبية تجاه الميليشيا الحوثي وأيضا قمع الحوثيين للمواطنين واختطاف العشرات جراء هذه الكتابات التي انتشرت على الجدران في العاصمة صنعاء وفي المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. الصمت عار، سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار. أبيات من قصيدة جسدتها واقعا شعارات جدارية مناوئة للحوثي انتشرت مؤخرا بشكل لافت في العاصمة الحزينة صنعاء ومدن يمنية أخرى ترزح تحت الهيمنة الحوثية بعد أن طفح الكيل بقاطنيها من سياسة التجويع والإذلال التي يمارسها الحوثي وزبانيته بحقهم. غضب شعبي متصاعد ضد الميليشيا يضاعفه تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية وارتفاع الأسعار. هذا الغضب على الرغم من أنه في بدايات تشكله، إلا أنه دفع بالميليشيا إلى فبركة قصص تزعم إفشال تفجيرات إرهابية في العاصمة صنعاء، وهي ربما كانت خطوة استباقية ومفضوحة هدفها بث حالة من الرعب في أوساط الناس تتذرع بها الميليشيا لاحقا لقمع أي حراك شعبي محتمل. فشلت مسرحية الميليشيا وزاد قلقها من السخط الشعبي حتى بدت في حالة من الإرباك والخوف، فذهبت للإعلان عن صرف نصف راتب من شهر إبريل للموظفين من مستحقات العام 2018 تزامنا مع قدوم رمضان، فعلت ذلك كمن يرمي بلقمة لمتسول لا كمن يعطي الناس جزءا من حقوقهم. تنهب قيادات الميليشيا المليارات من أقوات الناس ومن محلات التجار وحتى من الباعة المتجولين، ثم تمتنع عن توفير أدنى متطلبات الحياة لهم وتسرق رواتبهم وتنتزع رغيف العيش من أفواههم. يقول تحقيق صحفي لموقع المصدر أونلاين أن إجمالي الإيرادات التي تحصلت عليها ميليشيات الحوثي خلال العام الماضي فقط بلغت أكثر من تريليون ريال يمني، وهي نسبة تساوي الضعف مقارنة بإيرادة عام 2014 التي كانت حينها تغطي رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين على مستوى الجمهورية كلها. منذ انقلابها المسلح قسمت الجماعة السلالية المجتمع اليمني إلى طبقتين، فالأولى تعيش في بذخ وثراء فاحش وتتمثل بقيادات الجماعة من الأقلية الهاشمية، وأخرى تعاني من فقر مدقع وصل حد المجاعة، وهؤلاء هم السواد الأعظم من اليمنيين، خصوصا أولئك الذين كانوا يعتمدون بشكل أساسي على الرواتب الحكومية. لكن وعلى الرغم من حالة التضييق وخنق الحريات الذي تمارسه الميليشيا،
إلا أن سخطا شعبيا يتنامى يوما بعد آخر ضد سياسة التجويع الممنهجة وأسلوب افتعال الأزمات التي حولت حياة الناس في مناطق الميليشيا إلى جحيم. فهل يتبلور هذا الرفض والسخط الشعبي إلى ثورة جياع ويتحول إلى شكل من أشكال المقاومة التي بإمكانها أن تزعزع أركان الحوثي وأن تقلب الطاولة على رأسه؟ أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأبدأ معك أحمد عايض كصحفي وكمراقب ومتابع لهذه الحالة. هل يمكن القول أن المسألة مسألة الاحتكاكات على الجدران أصبحت ظاهرة، أم ربما هي حالات فردية لا ترقى لأن تكون ظاهرة؟ بداية مرحبا بكم وبكل المشاهدين. يجب أن ندرك في بداية الأمر أن موضوع تجويع المجتمع هي منهجية، يعني إمامية متأصلة في سياق المنظومة الفكرية التي تنتمي إليها الميليشيات الحوثية، بمعنى أن صناعة الجوع هدف استراتيجي تصنعه هذه الحركة الإرهابية في كل مرة تصل إلى الحكم. نحن لو نقبنا التاريخ لوجدنا على مدار التاريخ هذه السلالة يعني كانت تعتمد على موضوع صناعة الجوع في المجتمع. ما الذي تريد أن تصل إليه هذه الطبقة الحاكمة السلالية؟ يعني الهدف هي تنتهج مقولة يعني عربية قديمة بمعنى جوع كلبك يتبعك، بمعنى أنه لا تشبع القوم فيتمردون عليك، بمعنى أن رفاهية المجتمع في ظل حكم هذه السلالة أحد المحرمات والتي لا يمكن أن يصل إليها أي فرد من المجتمع، لأنهم ينظرون أن وصول الإنسان إلى الاستقرار والاستكفاء الذاتي في مأكله ومشربه يبدأ يفتح له مجالات أخرى يعني للانطلاق في الحياة بمشروعه الخاص، وهم يريدون أن يكون الإنسان محور هدفهم، أن يكون عبدا أو خادما لأهدافهم ومنطلقاتهم في مشاريعهم المتعددة. ولذلك لو رأينا لماذا ثار الناس نجد أن قضية يعني عمدوا إلى تجويع المجتمع وحرمانه من أبسط الحقوق، بداية من أسطوانة الغاز التي كانت يعني تعتبر على مستوى العالم يعني من ثانوية الثانويات الأمور التي لا يمكن حتى المرور عليها مرور الكرام لبساطتها وسهولة الحصول عليها، أصبحت الآن يعني في حكم الميليشيات الحوثية يعتبر منجزا كبيرا لأي منزل يستطيع الوصول إلى دبة الغاز خلال الشهر الواحد. فإبقاء المجتمع مربوط يعني ويلهث يعني وراء احتياجاته جعل المجتمع يحدث انفجار داخلي، ربما عملية الكبت التي ظلت طوال السنوات الماضية والترهيب أخرت هذا الظهور، لكن الجوع دائما يخرج الناس من مخابئهم مهما كان إرهاق مهما كانت سياط الجلاد إنجاز التعبير. ولذلك رأينا هذه الحملة التي انتشرت ليس في العاصمة صنعاء فقط وإنما في العديد من المحافظات التي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. هذه الشعارات أحدثت قلقا كبيرا يعني وهم ينظرون إليها أنها مقدمات انتفاضة شعبية يعني كبيرة. المشكلة التي تقع فيها هذه السلالة أنهم يطبقون منهجية قديمة لا يدركون أنها تنفع في هذا الوقت وهذا التوقيت، بمعنى أن منهجية صناعة الجوع كانت تنفع في مجتمعات كان الإنسان يعزل فيها إعلاميا وسياسيا ولا يدري إلا بمحيطه الذي يعيش فيه. أما نحن اليوم فالمجتمع حتى يدرك الآن أصبحت مواقع التواصل ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة تجعل من الإنسان يرى كيف يعيش الآخرون، ما هي احتياجاتهم، ما هي ضروريات الحياة والواقع المأساوي الذي هم فيه. كما أنهم ينظرون أيضا إلى هذه الموضوع تجويع المجتمع أحد الروافد الرئيسية لعمليات الحشد التي تعتبر في صلب أساسياتهم في هذه المرحلة إلى مرحلة الاستقواء السياسي والعسكري،
ولذلك هم صدموا يعني بشكل كبير في آخر عملية من عمليات حشدهم التي سميت بإعصار اليمن. فالإحصائيات التي وصلت إلينا، المديريات التي كانت تنجح الميليشيات الحوثية بحشد من 400 إلى 600 مقاتل منها، الآن لا يستطيع الوصول إلى 50 مقاتل، وهذا الرقم خرج بالتهديد والوعد والوعيد سواء للمشرفين أو المشائخ أو القيادات الحزبية في تلك المناطق أو في تلك المديرات. فعلى كل، نحن في مقدمات انتفاضة شعبية، وإن لم تخرج على شكل شعارات على الجدران لكنها كتبت على كل الصدور اليمنيين المتواجدين تحت سطوة هذه الميليشيات الإرهابية. نعم، إذن سأعود إليك أحمد عايض. أنت ترى أن بالفعل هناك سياسة تجويع وأن الناس غاضبين بالفعل، وأن هذه لنقول الكتابات إنما تعكس القليل من غضب الناس تجاه الميليشيا، وأن بالفعل هناك ظاهرة غضب واسعة من قبل المواطنين تجاه الميليشيا. سأعود إليك كيف يمكن أيضا دعم هؤلاء الناس داخل سيطرة ميليشيا الحوثي وداخل محافظة المسيطرة عليها من قبل الحوثيين، وكيف يمكن أيضا إعطائهم الأمل والاستفادة من حالة الغضب هذه لدعم المعركة ضد السلاليين العنصريين. سأعود إليك وأيضا أذهب إلى فهمي الزبيري مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة. فهمي، عقب هذه الشعارات التي كتبت على الجدران رأينا أن الميليشيا ذهبت لاعتقال العشرات، هل لديك معلومات بعدد وأيضا أنواع الناس الذين تم اختطافهم كنتيجة لهذه الكتابات على الجدران؟ نعم، تم اعتقال واختطاف بالأصح أكثر من 50 يعني من المواطنين الأبرياء الذي ليس لهم ربما أي ذنب، لأنهم متخبطون. الجماعة تتخبط بعد كتابة تلك الشعارات على الجدران، وهي التي تعكس حالة السخط الشعبي الكبير. ونود أن يعني الشعب اليمني ليست ذاكرته ليست مثقوبة، فالشعب اليمني يتذكر تلك الشعارات التي أطلقتها جماعة الحوثي عند دخولهم صنعاء، وهي عجبت لمن، مقولة علي بن أبي طالب، عجبت لمن بات جائعا ولم يخرج شاهرا سيفا. وكانوا يحرضون الناس على 500 ريال زيادة على اسطوانة البترول، واليوم هم يجوعون الناس بصورة كبيرة جدا ويشهرون سيوفهم ضد كل صوت وضد كل رفض وضد كل رأي مخالف لهم. هناك تضليل إعلامي كبير. اليوم هذه الجماعة تجني مليارات الريالات من أموال الناس ومن الشركات. اليوم يتم التضييق بصورة كبيرة، خاصة مع قدوم شهر رمضان، وهم يصقلون اليوم سيوفهم ضد التجار وضد المؤسسات وضد المحال التجارية. حتى أصحاب البسطات الصغيرة لم يسلموا من بطش هذه الميليشيات. كل ذلك وكل هذه الممارسات التعسفية وكل هذه الإجراءات بحق ضد المواطنين وضد التجار وضد رؤوس الأموال أيضا، الذين تم الاعتداء على الكثير منها وتم نهب الكثير من الأموال وتم مصادرتها وتم تخصيص الحارس ما يعرف بالحارس القضائي لنهب مليارات الريالات من المؤسسات والقطاع الخاص. طبعا السخط الشعبي كبير جدا، ليس من اليوم، هو من أول يوم جاءت فيه هذه الميليشيات وقوضت سلطات الدولة ونهبت البنك المركزي واعتدت على أموال الناس. لكن يعني القبضة الحديدية والأمنية والبطش والإرهاب التي تمارس هذه الميليشيات يعني كان ربما مؤجلا لهذه التصعيد الشعبي، وهو لا شك بأنه تصعيد قادم وسيأتي اليوم الذي يتخلص فيه الشعب اليمني بأكمله سواء في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات من هذه الميليشيات ومن ممارساتها يعني التعسفية بحق الناس. اليوم الناس تموت من الجوع، المرتبات يتم منذ 6 سنوات لم تصرف للناس. يعني اليوم في اليمن لا يعيش الناس إلا على
حوالات المغتربين، بينما هذه الجماعات تبني القصور المشيدة، تبني البنايات الفارهة، تشتري أفخر السيارات وأفخر العقارات وأفخر الشركات. أيضا هناك أيضا تقوم هذه الميليشيات بالتضييق على رؤوس الأموال وعلى المؤسسات وعلى الشركات، وتقوم ببناء إمبراطورية خاصة بها، خاصة بقيادة الجماعة وبمشرفيهم. والشعب اليمني يشاهد كل هذه المناظر ويعرف ويدرك كل ذلك. كما تحدث الأستاذ أحمد، نحن اليوم في فضاء مفتوح، اليوم مواقع التواصل الاجتماعي على شكل واسع، هم يشاهدون وينظرون. أيضا يعني التعذر بالحصار وغيره، نشاهد اليوم ربما اليوم صنعاء هي يعني كل المواد موجودة داخلها، المحافظات الأخرى حتى التي بعضها يعني في أماكن خارج صنعاء لا تأتي بالمواد والاحتياجات سواء الغذائية أو المواد البناء أو غيرها إلا من العاصمة صنعاء. وهذا يدل دلالة كبيرة أن اسطوانة الحصار وغيره هي اسطوانة مشروخة، وهو تضليل إعلامي وتزييف لوعي المجتمع. احترقت الكثير من خزانات البترول داخل بيوت القيادات ومشرفي جماعة الحوثي في العديد من الأماكن، ليست مرة واحدة ولا مرتين وإنما مرات كثيرة، يعني احترقت بسبب التخزين الكبير لهذه المواد. اليوم الشعب اليمني يعاني، اليوم هناك من حملة الماجستير من خرجوا يتسولون، هناك حالات انتحار حصلت في وقت سابق بسبب هذه التجويع. هذه الجماعة ضيقت بكل يعني من كل المناحي على الشعب اليمني. نعم فهمي، أساعد إليك، ودعنا أيضا نشرك معنا وائل العفيف الناشط الشبابي أيضا من محافظة طبوة. كما هو معروف أن ميليشيا الحوثي أيضا قامت باعتقالات واسعة لشباب في محافظة إب على خلفية الشعارات المناوئة لها في المحافظة. وائل، ما الذي جرى ويجري أيضا في إب؟ وائل العفيف، وائل العفيف، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع وائل العفيف. لكن أستاذ أحمد عايد، صحيح أن هناك غضب شعبي وسخط شعبي واسع وأن هذه الميليشيا هي مرفوضة، لكن ألا يبدو لك أن أيضا فقدان الأمل تجاه تحالف وتجاه هذه الشرعية هو ما يجعل المواطنين غير واثقين في الانخراط بهذه المعركة مع الميليشيا، باعتبار أنهم واقعين بين نارين، تلاعب التحالف من جهة وأيضا قمع الميليشيا من جهة أخرى؟ طبعا الموضوع هو أكبر مما نتحدث، يعني موضوع الآن ثورة الجياع في أي بلد من بلدان العالم هي دائما ثورات تخرج الجياع ضد جلاديهم الذين يتحكمون في أقوات يومهم ومصائرهم ويفرضون عليهم، يعني مثل هذه الجبايات التي تمارسها الميليشيات الحوثية. صحيح هنا قصور كبير يعني ربما حصل في المرحلة القادمة، لكن نحن نؤمن خيرا بالتداعيات الجديدة، يعني وخاصة مما ستفرزه المرحلة القادمة سواء على المستوى العسكري والترتيبات العسكرية الجديدة والتكوينات التي انضمت إلى وزارة الدفاع أو الاستعدادات السياسية التي تجري حاليا في الرياض. فعلى كل هذا الذي يفترض أن دائما الأجمل ما في الموضوع أن هذه الشريحة التي هي الآن متأثرة أيما تأثر يعني بالسياسة الميليشيات الحوثية التي تعتمد على صناعة الجوع في المجتمع، نؤكد استنادا إلى أرقام وإحصائيات وأحاديث والكثير من التواصلات التي تجري بيننا وبين الكثيرين من 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 أبناء اليمن من في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. هذه الميليشيات لم تعد تمتلك أي حاضنة شعبية، حتى كل أولئك الذين صفقوا لها في بداية دخولها العاصمة صنعاء وعلقوا عليها الآمال، الآن عشرات الآلاف يعني ممن انضووا كقيادات في صلب هذه المسيرة الشيطانية
خلال السنتين الماضيتين أنا أعرف عشرات من هؤلاء الناس تركوا هذه الحركة الحوثية بعد أن تبين لهم أنهم أكثر لصوصية وأكثر بطشا من ذي قبلهم، وأن كل الشعارات التي رفعوها أو الأقاويل التي يحاولوا أن يصدروها للمجتمع إنما عبارة عن أقاويل الاستهلاك الإعلامي والضحك على دقون الناس والزج بهم في مناصرة قضية وهمية رفعوها للناس. نحن ندرك كيف كانت يعني اسطوانة الغاز يعني من 700 ريال إلى 1500 ريال تقريبا، الآن أوصلتها الميليشيا الحوثية إلى فوق أو قرابة 27,000 ريال. دبت الغاز يعني من 2500 إلى 3000 ريال، الآن أوصلوها إلى أكثر من 40,000 ريال، وربما تصل خلال الأيام القادمة إلى أكثر من 60,000 ريال، خاصة بعد استهدافات المخزون الرئيسي لتخزين النفط بميناء الحديدة ليلة البارحة. فهذه الميليشيات الحوثية أستطيع القول أن سياستها الحمقاء الإرهابية القائمة على البطش والعنف والدماء والإقصاء نجحت في أن تجعل كل أبناء الشعب اليمني على استعداد أن يقفوا صفا في وجه هذه المسيرة الشيطانية. هم منتظرين بوادر أمل من هنا أو من هناك حتى يتحرك الجميع، ولذلك سنشهد كما شهد العالم النمو السريع لهذه الحركة، يعني بداية دخولها في عام 2014، والجميع يدرك من سهل لها الطريق ومن فتح لها المنافذ ومن أدخلها إلى مكاتب الوزارات وإلى غيرها، لكن النهاية الأجمل هي النهاية الفظيعة التي ستلحق بهذه الحركة الحوثية والتي ستكون أسرع من صعودها الانقلابي إلى كرسي. كما صعدت سريعا تتنبأ بأنها ستسقط، ستسقط سريعا، وأن الحاضنة الشعبية لم تعد موجودة لهذه الجميع، وأنها انكشفت أكثر من أي وقت مضى أمام اليمنيين وهم يعرفون حقيقتها بطبعة، لكن بعض المنخدعين بها الآن باتوا يعرفوا حقيقة هذه الجماعة التي لم تجلب اليمنيين إلا الدمار والفقر والجوع والمرض. سأعود إليك أحمد عايض، ودعنا نشارك معنا أيضاً وائل العفيف ناشط شبابي من محافظة إب عن الاعتقالات التي قامت بها الميليشيا ضد شباب من المحافظة على خلفية الشعارات المناوئة للجماعة أو للميليشيا في محافظة إب. وائل، ما الذي جرى أو يجري أيضاً في محافظة إب؟ ما حدث في محافظة إب هو أنه قام بعض الأفراد أو الشباب بكتابة شعارات على الجدران تطالب برحيل الميليشيات الحوثية، وتم الحديث عن أنه هناك تمت بعض الاعتقالات، وهذا كان يدل على شيء، فإنما يعكس حالة الاستنفار الأمني لدى ميليشيات الحوثي في هذه الظاهرة واستشعارهم للخطر. وقد يقال بأنه هذه فقط مجرد تصرفات فردية أو قد يتم التقليل من هذا الذي حدث، لكن في الحقيقية الميليشيات الحوثية نفسها تدرك أن هذه التصرفات هي في الحقيقة وإن كانت فعليا فردية لكنها تعكس حالة المجتمع وتعكس حالة غضب حقيقي موجودة في أوساط المواطنين، وهي إضافة إلى أنها تعكس حالة الغضب والسخط الشعبي، هي أيضا تفصح عن حالة وعي شعبي منتشرة في أوساط المواطنين، وصلت إلى حد أنها ترفض البلدات الحوثية في أنه سبب هذه الأزمات المعيشية هو العدوان، وأنه نحن في حالة حرب، وما إلى ذلك من الكلام الذي تحاول الجماعات الحوثية تسويقه لتهدئة الشارع. في الحقيقة المواطنون يدركون أن هذا السلوك التجميعي هو سلوك تاريخي للإماميين وللسلالة، ما تمكنوا من الحكم ويعني وصلوا إلى السلطة إلا وكان تجميع الناس ونهبهم وابتزازهم وسلب حقوقهم وممتلكاتهم مبدأ. وائل، ما مصير الشباب؟ معروف أن اليمنيين يعني يعانون من هذه الجماعة، لكن ما مصير الشباب الذين تم اختطافهم في محافظة إب؟
هل ما يزالون في الاعتقال أو الاختطاف أم ربما تم إطلاق سراحه؟ لا تجد حقيقة معلومات عن إفراج تم لأي سبب تم اعتقالهم. نعم. لكن سلوك الحوثيين معروف فيها من يتم اعتقالهم حتى هم يقومون باعتقالات عشوائية فقط لمحاولة نشر الرعب ولمحاولة احتواء هذه الحالة من نعم. وائل العفيف لم تعلم أن الميليشيا نعم سلوك نعم. الميليشيا واضح تجاه المواطنين هو اختطاف وإخفاء وحتى الآن لم تعلم أنها أطلقت هؤلاء الذين تم اختطافهم على خلفية الشعارات المناوئة لجماعة الحوثي في مدينة ومحافظة إب. شكرا لك وائل العفيف الناشط الشبابي من محافظة إب. ونذهب إلى فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود لمواصلة الحلقة مع ضيوفنا الأعزاء فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى وأرحب أيضا بالناشط الحقوقي ورئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. أستاذ توفيق والحديث عن السخط الشعبي الواسع تجاه جماعة الحوثي والذي يعبر عنه من خلال الشعارات على الجدران، صحيح أن هناك تجويع، هناك فقر، هناك احتمال الناس لم يعد واسعا على هذه الميليشيا، لكن من لنقول ما هي مسؤولية المجتمع الدولي تجاه هؤلاء المواطنين الجياع في مناطق سيطرة الحوثي؟ ما هو مسؤولية التحالف، مسؤولية الشرعية، خاصة أن هذه الجماعة أو هذه الميليشيا هي لا تبالي بمن جاع أو بمن افتقر في ظل سيطرتها؟ مساء الخير أخي الكريم لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في الحقيقة التعبير اليوم الذي يعبر عنه قطاع واسع من المجتمع اليمني من خلال مجموعة من الشعارات هي رسالة في اتجاهين اثنين. الرسالة الأولى هو لجماعة الحوثي بأن الشعب قد ضاق ذرعا وبأنه غير قادر أن يتحمل وبأنه يمكن أن يسلك طرق متعددة، ربما يكون هذا التعبير من خلال الشعارات في الخفاء أحد وسائل التعبير عن حالة الضيق التي وصل إليها الشعب اليمني. يعني الرسالة الثانية هي للحكومة الشرعية وللأحزاب السياسية وللتحالف بأكملهم والذين اليوم عاجزين في حقيقة الأمر على كسر هذا الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وأيضا نصرة المستضعفين اليوم التي تحت سيطرة الحوثي، لأنه خلال الفترة السابقة رأينا جماعة الحوثي تمارس وسائل بطشية، تصل هذه الوسائل إلى مصادرة الأموال، إلى تفجير البيوت، إلى الإخفاءات القسرية، إلى التعذيب، إلى الوسائل المتعددة التي يعرفها اليمنيون بأكملهم. وبالتالي أضف إلى ذلك غياب قيادة يمكن أن تضم هذا يعني ينضم إليها اليمنيون للتعبير عن حالة الحنق. اليوم ما يوجد هو لون واحد، صوت واحد، قوة واحدة، بغض النظر عما يمكن أن يسوق أحيانا عن وجود قوة سياسية. في النهاية هذه القوة يا إما بدون أظافر لا تسمن ولا تغني من جوع. وبالتالي اليوم الدائرة الأولى في الدائرة الأساسية هي الحكومة الشرعية، اليوم هي التي يجب أن تنقل معاناة هؤلاء الناس، هي التي يجب أن تعبر عن أوجاعهم ومعاناتهم، هي التي يجب اليوم أن تتصدر هذا المشهد. ثم بعد ذلك يأتي بالدرجة الثانية التحالف العربي من خلال دعم الاقتصاد اليوم، لأنها هي التي تدير هذه المعركة وهي التي تمتلك قرار الحرب والسلم إذا جاز التعبير يعني بهذا الخصوص، ثم المجتمع الدولي. لكن بالتدريج النقطة الأولى هي الحكومة الشرعية، هي التي يجب أن تعبر تعبيرا حقيقيا عن حالة الناس، عن الوضع الذي وصل إليه اليمنيون. يجب أن يكون لديها ملفات، يجب أن يكون لديها إحصائيات، يجب أن يكون لديها وقائع، يجب أن يكون لديها إعلام ودبلوماسية يمنية نشطة في هذا الاتجاه، دبلوماسية إنسانية إذا جاز التعبير تعبر عما وصل إليه الناس تحت ظل الحوثي. أخي الكريم، أنت تتصور أنه خلال 7 سنوات صادر الحوثيون أموال وممتلكات وشركات وبيوت وأموال وجمدوا حسابات بنكية، وإلى اليوم لم تكلف نفسها حتى الحكومة الشرعية أن تنشئ
لجنة مختصة باستقبال الشكاوي وتجميع أو استقبال الشكاوي للناس لمعرفة ماذا سلب ماذا نهب منهم. وبالتالي في قصور كبير اليوم لا ننتظر من المجتمع الدولي أخي الكريم، ولا ننتظر من الرئيس الأمريكي ولا الرئيس البريطاني ولا أي دولة من الدول أن تحل قضايانا. الحكومة الشرعية لنكون واضحين بموجب الدستور اليمني هي المسؤولة دستوريا وأخلاقيا وقانون. نعم، لكنها سلمت قرارها للتحالف ولم تعد حتى تعبر عن اليمني. لم تعلن انها انا اقصد انه فقدان الثقه لم لم تعلن انها انا اتفق معك ان التحالف العربي يتحمل المسؤوليه، وانا وانت ندرك ان التحالف العربي انتزع القرار واصبح يتحكم بكل شيء، لكن لم نرى مسؤولا يمنيا عبر عن هذا الشيء الى اليوم. نعم، وبالتالي اصبحهم مسؤولين امامنا وامام التاريخ. نحن كيمنيين نعبر عن سخطنا عن السياسة السعودية، عن السياسة الإماراتية، عن سياسة التحالف العربي بشكل عام، وبأن معركة اليمن ما كان ينبغي أنها لها أن تمتد لثمان سنوات، وأن هذا الامتداد هو الذي فواقم الوضع الإنساني والاقتصادي والعسكري ووصلنا إلى ما وصل إليه، وانقلب السهل على الساحل اليوم من خلال قصف المملكة العربية السعودية. لكن نحن كيمنيون المسؤول أمامنا الرئيس هادي وحكومته. نعم، ويجب أن يطلعوا بمسؤولياتهم، خاصة أن الشعب اليمني حانق وغاضب، ولا يوجد من قائد سياسي يوحد هذا الشعب ويقوده نحو التحرر والانعطاق من هذه السلالة، هذه العصابة الأتفة في التاريخ. شكرا لك توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، وأعود لك أيضا فهمي الزبيري وحول مسؤولية الشرعية والحكومة على الأقل لاستثمار هذا الغضب الشعبي لتوظيفه في معركة اليمنيين مع هذه السلالة ومع هذه العصابة. نعم، لابد أن تقوم الحكومة الشرعية بدور كبير في هذا الصدد من خلال الجانب الإعلامي، ومن خلال تستطيع الحكومة الشرعية أيضا تفعيل الأدوات في الداخل. هناك يعني حالة السخط الشعبي الكبيرة داخل المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي هي واسعة جدا، ويحتاج فقط الموضوع إلى تفعيل الجانب العسكري، إلى التقدم العسكري. الجانب العسكري إذا كان هناك أي تقدم عسكري فإن هذه الميليشيات تضعف أكثر في المناطق التي تسيطر عليها. وإذا ما شعر الناس وشعر المواطنين وشعر المجتمع بشكل عام بقرب وتقدم هذه القوات صوب صنعاء والحديدة وبقية المحافظات، بالتأكيد بأن الثورة ستنفجر أمام هذه الميليشيات التي ستتلاشى بصورة سريعة جدا، وهم يدركون أكثر من غيرهم الحجم الحقيقي لهم داخل اليمن، لأنها جماعة عنصرية، جماعة تمييز عنصري، يعني تفوق عرقي. هم يشعرون أنهم فوق الناس وأنهم الأفضلية وأنهم يعني الأموال لهم والسلطة لهم، وأن هناك حق إلهي من الله خاص بهم. هم اليوم طبعا دمروا الحياة الديمقراطية بشكل عام، الحياة السياسية، الدستور، القوانين كلها معطلة، سوى ما تعتقده هذه الجماعة من خرافات ومن أفكار تدعو إلى القتل وإلى العنف وإلى تجنيد الأطفال. ولا يعني الحكومة الشرعية اليوم طالبة يعني تفعيل الدور الإعلامي والدور الحقوقي والدور القانوني. أيضا هناك يعني قنوات عبر وزارة حقوق الإنسان لاستقبال الشكاوى، وكذلك الآلية الوطنية المعترف بها دوليا، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. لكن لأن الكثير من هؤلاء التجار من صدرت أموالهم، ممن هم الكثير منهم ما زالوا تحت سيطرة الحوثيين، ولذلك هم يمتنعون حاليا عن تقديم مثل هذه الشكاوى مثل هذه البلاغات. لكن سيأتي اليوم الذي ستتم فيه محاسبة جميع من نهب أموال الناس ومن اقتحمت المؤسسات، وستعود الأموال إلى أصحابها، وسيأتي اليوم الذي ستشرق فيه شمس الحرية والكرامة والتنمية في اليمن وهذه الميليشيات إلى زوال.
نعم. فهمي الزويري مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، شكرا لك وأعود إليك أحمد عايد. صحيح أن هناك غضب وأنت أشرت إليه، غضب شعبي واسع، غياب الحاضنة لميليشيا الحوثي، لكن هناك من يبدو أنه يريد أن يدفع اليمنيين إلى الإحباط من قيادتهم الشرعية، من التحالف، ليبقوا فريسة لهؤلاء. هل تجد أن هناك مؤامرة تريد إبقاء اليمن تحت سيطرة الميليشيا من جوارها، من دول الجوار التي تصدت للمعركة؟ يجب أن يعلم الجميع في بدايتهم التحالف العربي ويليهم الشرعية ثم الشارع اليمني، نعم، بشكل عام سواء في مناطق الشرعية أو في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، أن الحركة الحوثية الإرهابية تعيش في هذه اللحظات أضعف مراحلها منذ 7 سنوات. هناك إجماع دولي لم يحصل من ذي قبل، ابتداء من مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب والدول الخليج والدول العربية ورابطة العلماء المسلمين ورابطة العالم الإسلامي، كلهم أجمعوا على أن هذه جماعة إرهابية. المجتمع اليمني بكل فئاته ومكوناته تيقن يقينا كاملا أنه لا أمل ولا حياة ولا استقرار مع هذه الجماعة. فأينما وجدت الحركة الحوثية وجد الفقر ووجد الجوع ووجد الخوف ووجد الموت. لا يمكن أن تنهض حياة في ظل وجود هذه المسيرة الشيطانية. ولذلك اليمنيون والمجتمع الدولي والمجتمع العربي والكل جمع طيلة السنوات الماضية، قدموا فرصا للسلام لحسن النوايا مع هذه الحركة الحوثية، فأثبتت الأيام والمتغيرات أنهم لا يؤمنون إلا بلغة البندقية. ولذلك الكرة الآن في مرمى التحالف العربي بداية، خاصة في ظل التداعيات والاستهجان الكبير الذي حصل يعني من الميليشيات الحوثية على دعوات السلام وما حصل في المملكة العربية السعودية. بمعنى أن الحوثيون يؤكدون للمجتمع الدولي وللتحالف أنهم لا يمكن أن يقبلوا بأي مبادرة سلام، وأن الحل الوحيد لانتزاعهم وإبقاء الحياة والأمل في هذا الشعب والاستقرار لدول الخليج هو بقضية الحسم العسكري، أما خيارة السلام والاجتماعات واللقاءات فطوال 7 سنوات لم تقدم ولم تؤخر إلا نموا ورعرعة لهذه الحركة الخبيثة. نعم، الأستاذ أحمد عايض صحفي ومدير تحرير ماري بريس، شكرا لك، وأيضا التحية لكم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، وألقاكم في حلقة أخرى من حديث المساء، وفي أمان الله.